يلا مستمعينا، غادي نرجعوا نواصلوا معكم دائما حلقتنا من برنامج ولاد بلادي على اثير اذاعه اصوات، اللي كنستقبلوا فيه الناس ديال الجاليه المغربيه دائما القادمين من مختلف مناطق العالم. وكنتلاقاو في ميناء الجزيره الخضراء وكنرافقوهم حتى كيوصلوا الى ميناء طنجه المتوسط. هذه الرحله هذه كيقوم بها راديو اصوات دائما، وكنتلاقاو معهم وكنتقاسموهم اللحظات الجميله الشيقه والممتعه اللي اكيد انك تنال الاعجاب ديالكم يوميا من 4 حتى 6 ديال العشيه على اثير اذاعه اصوات، الاذاعه اللي كتفهمني والاذاعه اللي كتفيدني. من غير المسافرين، من غير الناس ديال الجاليه المغربيه، من غير الناس اللي كتنقل مكان لمكان، كاينين الناس اللي كنسميهم جنود الخفاء اللي كيقدموا خدمات دائما في الباخره اللي هي باخره ايمال، الشركه المغربيه اللي كتقوم بهذه العمليه ديال العبور. وبزاف ديال المغاربه كيفضلوا انهم يتنقلوا عبر الباخره. الطاقم ديال الباخره كيتكون من طاقم تقني، من طاقم اداري، من طاقم اللي كيسهر على راحه وامن وسلامه الركاب المهاجرين والمهاجرات. لهذه الغايه دي اخترت لكم اليوم غندير واحد الحوار مع السيد نبيل اللي هو عميد ديال السفينه اللي كيعيطوا له الكوميسار. حنا المغاربه كاملين من الشمال من الجنوب من الشرق المغرب كنعرفوا كوميسار، كاين في الكوميساريه يعني كينتمي للهيئه ديال الامن، ولكن يطلعنا للباخره تفاجئنا بان كاين واحد المنصب وكراد ديال الكوميسار في الباخره. هاد المهمه غنتعرفوا شنو المهام اللي كيقوم بها، شنو الخدمات اللي كيقدمها، شنو يعني التجارب اللي كيقوم بها، الفائده أعضاء وعناصر الجالية المغربية. معنا السي نبيل، غنرحبوا به كاملين على أثير إذاعة أصوات برنامج أولاد بلادي، وغنقولوا ليه السلام عليكم السي نبيل. السلام عليكم. السلام عليكم. نهار كبير هذا اللي زرتونا كالعادة، يعني أعوام ماضت وحنا يعني كنشوفكم كل عام معنا وكتواكبوا الجالية ديالنا قاطنة بالخارج. نقدم نفسي مولاي الغازي نبيل. نعم مرحبا بك سي نبيل. اذا الناس غيبغيو يعرفوا الكوميسار او نائب الكوميسار شنو المهام اللي كيقوم بها داخل الباخره في عمليه العبور ما بين ميناء الجزيره الخضراء وميناء طنجه المتوسط. عامد الباخره دونك عنده واحد الشق اداري وشق خدماتي. نعم. الشق اداري كيتعلق بكل ما هو داخلي، كيسهر على يعني كل ما هو خدماتي و لي سيرفيس واداري. سي صح. بالنسبه لما هو يعني خدماتي، هو عنده علاقه مباشره مع الركاب. نعم. يعني حنا الركاب. نعم. اللي كيوصلوا عندنا، اللي كيوصلوا عندنا وحنا كنواكبوهم من اللي كيطلعوا حتى كينزلوا. نعم. دونك كاع كنوجهوهم. بالنسبه ل كاين دي بروسيدور اللي كيداروا في الباطو. باغ اكزومبل الناس خاصها تطبع لي باسبور نتاعها، الناس خاصها الجوازات، خاصهم الجوازات، خاصها تدوز لي بروسيدور تاع لا دوان ديال الجمارك. ديال الجمارك. دونك خاص كاين دوتغ سيرفيس، كاين الناس خاصك تواكبهم، كاين الناس اللي عندهم احتياجات خاصه خاصك تواكبهم، كاين الناس اللي المهم كل ما يتعلق بالخدمات اللي متعلقه بالراكب واللي كيطلع للباخره حتى كينزل من الباخره. غير هو هنا بالنسبه لهاد البواخر اللي كتعمل هاد الخطوط القصيره، حيت كاين خطوط طويله وخطوط قصيره. فهمتيني؟ بالنسبه لهاد الخطوط القصيره كيكون يعني كيكون شويش الضغط. نعم. وحنا نتكلموا غير على هاد الرحلات القصيره، هاد المده ديال ساعه ونصف او ساعتين، فنبغيو تعطينا بتفصيل السي نبيل هاد المواكبه وهاد الخدمات. ملي كيوقف بالسياره ديالو كيختم يعني كيطبع عند السلطات الاسبانيه حتى كيوصل امام الباخره ديالكم، يعني نمشيو بدقه بدقه في هاد المراحل. حنا باقين في الارض دابا في ميناء الجزيره الخضراء. الو حنا باقين في الارض. دونك اول حاجه الراكب خصو يتوفر على التذكره ديالو. نعم. التذكره ديالو. دونك كنكونوا حنا تما كنديروا داك التدقيق واش عنده التذكره ديالو ولا ما عندوش، يعني مقطع لي بي ديالو مقطع كل شيء بالضبط. نعم. في السفينه وفي نفس الساعه وفي نفس يعني في نفس التاريخ. ممكن انسان بعض المرات كيتلف، راك عارف يقدر يمشي الباطو خور، يقدر يمشي الباطو خور، يقدر هذاك. ولكن حنايا كنوجهو، كان الراكب ديالنا راه كيبقى معنا، كان الراكب ديال سفينه اخرى كنوجهو لبلاصه اخرى للشركه اللي غيمشي معاها المعنيه. نعم. ايوه.
بعد ذلك دونك عنده البي ديالو كيطلع للباخره كيطلع للباخره في الباخره كيلقى واحد الطاقم مهيئ انه يوجه لكاع داكشي اللي خصو يدار على ظهر الباخره نعم. على متن الباخره مثلا اول حاجه واللي كطلب واحد شويه ديال الوقت وداكشي هو داك ختم الجوازات الجوازات كيوري مثلا البوليس ديال المغرب فين كاين البلاصه ديالو عندنا الناس نتاع كاينين طاقم كاين طاقم اللي كيتواجد في الاستقبال هو اللي كيوجه هاد الناس يعني كيوجهوا بالنسبه سير يمشي يعلم الناس باش يختم الجواز باش يختم الجواز ديالو من بعدها هما سالوا هاد العمليه استقروا الناس فشنو الدور ديال العميد او نائب العميد في يعني في مواكبه المهاجرين والمهاجرات اللي كيركبوا في السفينه احنا المركز الاهتمام ديالنا ويعني هو الجاليه انها يجي يطلع الباطو كل ثانيه في الباطو هذيك بمثابه واحد ثانيه مغربيه الا فهمتيني هذا المصطلح ثانيه مغربيه إن فوا كيحط الراكب الرجل ديالو في الباطو راه بين عائلته هذا هو المبدا نعم بين عائلته إن فوا سي الا قلنا لا ترافيرسي سي 1 اور ديمي سي 1 اور ديمي دو ماروك اون بليس لو بليس امبورطون حنا عندنا في الباطو هو لومبيونس 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 ما خصش داك لو باساجي يقلق ما خصش داك الباساج ايوا ما خصش داك دونك هنا كاين مرافق كاين كاين عندنا المقاهي كاين عندنا المطعم المقصف نعم جيتو نتوما خلقتوا واحد الجو تبارك الله الله يجازيك بخير جيتو خلقتوا واحد الجو غيانا دير زعما سانسيرمون بدون مجامله والله شاهد علينا الى الدور ديالنا فوجعوا علينا هاد المرحله اللي دوزتوها معنا ميم حتى الركاب كنحس بهم يعني سون هكا فرحانين الحمد لله وذاك العناء ديال الطريق اللي دوزوا ويطلعوا للباطو كيلقاو الناس كتشكروا شويه الموسيقى وكتنشطوا حتى انتما شي شويه نعم. تبارك الله عليكم وكاين المواكبه مثلا شي واحد مثلا لا قدر الله وقعت له شي ازمه صحيه طبيعي طبيعي يعني وقعت له شي هذا واش شنو فين كاين الحدود ديال المجال ديال التدخل ديالكم دونك هنا بالنسبه للناس اللي عندهم بالنسبه الراكب قبل ما كيطلع الا كان عنده احتياجات خاصه نعم. كيديكلاريها نعم. دونك الناس عندهم ايزون لابيتود ان اي واحد جاي طالع كيولي لك لا كارت دونديكابي كتقول شنو نوعيه الاحتياجات الخاصه اللي خصك واش خصك اون شيز غولونت دونك الا كان خصو اون شيز غولونت كنعيطوا للاستقبالات كيهبطوا لا شيز غولونت نعم. الا ما كانش عنده كاين اللي كيجيبها كتكون عنده نعم. كاين اللي شي واحد كيقول لك اودي انا ازماتيك خصني شي بلاصه اللي تكون ايغي تكون هادي دونك هذاك عاوتاني تا هو كنوجهو نعم. كاين الناس اللي عندهم ان تريتمون سبيسيال جو سي با المهم زعما كاينين دي كا اللي دازو اننا درنا دي انترفونسيون جاو 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 بحال البارح انا شفت واحد الوليد اللي كيدير واحد التنفس اصطناعي وعطيته واحد المكان فين ركب لاباري ديالو هذاك كان جا من الناس يعني الاواخر اللي جاو للمرسى ودخلنا هو الاول دونك هو طبيعي بحيث كانت الحاله ديال داك البنيه شويش مكسرته نعم. يعني بداك لي زاباري وداك الشيء طبيعي طبيعي الناس هذوك خصهم اولويات نعم. خصهم ان تريتمون سبيسيال هذاك لو تريتمون كيلقاوه عندنا الشركه يعني وظفت كاع الامكانيات نتاعها اللوجستيكيه والبشريه باش يعني تدوز العمليه مرحبا يعني في احسن الظروف التوجيهات اللي ممكن تعطي الناس اللي باقين غادي يجيو عندكم وغادي ياخذوا الباخره ديال عيمال سواء في الذهاب ولا الاياب شنو التوجيهات اللي يمكن تعطيهم باش يساعدوكم انتم في المهام ديالكم ويكونوا حتى هما بخير وعلى خير ويعاونوكم في التوجيهات اللي شنو النصائح اللي ممكن تقدم لهم شوف النصائح اللي هاد المرحله سيرتو هاد المرحله نتاع الضغط نعم. هاد المرحله الانسان يراجع يعيط يعني بار اكزومبل اللي كان عنده تيل جور لو par exemple tel jour عند لو روتور يعيط يكونفيرمي المسائل نتاعو ماشي بقى تيجي لهنا قد افونس داكشي وحنا شوف حنايا كما كنقول لك المركز الاهتمام ديالنا هو الجاليه ديالنا والركاب ديالنا سمعتيني خصهم تكون يعني حنا كنرحبوا بهم وكنزيدوا نرحبوا بهم وكنقولوا لهم مرحبا بكم في اي وقت فهمتيني حنا هنايا للخدمه ديالهم دايوغ الخطاب ديال صاحب الجلاله كان واضح منصرو كان واضح انه دائما الجاليه في مركز الاهتمام ديالو يعني الحمد لله حنا كان
كنتمنوا ان الناس اللي دازوا معنا يلقاو داك يكونوا لقاو داك 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 يعني التجاوب التجاوب معنا. نعم. ونتمنوا من الله يعني القادم يكون احسن ونزيدوا حتى حنا نطوروا من الامكانيات ديالنا ومن الخدمات ديالنا. برافو عليك تبارك الله عليك سي نبيل. وكما شفتي انت راديو اصوات كيقوم بهذه المهام حنا كنشهدوا بانكم كتقوموا بالمهام ديالكم على احسن ما يرام. وعناصر الجاليه راه دوزنا اكثر من 160 يعني استجواب كل شيء راضي فرحان خصوصا على الخدمات اللي كتقدموها في عمليه العبور. الله يوفقكم في هذه المهام ديالكم وبرافو عليكم. وانا كنقول لكم هذا التحيه ديالكم. بارك الله فيك.